حقيقة شيء كذكرني في السبعينات والثمانينات. عشت واحد المرحلة جميلة جميلة ما تسمى بالتلاقح الثقافي، كانوا فيها إسبانيين يهود ومغاربة، طبعا النخبة المغاربة، وكان شيء كان واحد النشاط فريد من نوعه. هذا الشيء كذكرني في أسبوع على رئيس وملكة الجمال. ملكة الجمال كان بالشكل ديالهم باللباس ديالهم بالحضور ديالهم، وهذا كان شيء جميل. وكانت العرايش كانت على الصعيد الوطني، كيجيو فنانين من خارج مدينة العرايش، ومن طبعا من جميع من المغرب ومن خارج المغرب. العرايش كانت عندها واحد صلة كبيرة حقيقة مع الأسف وكنقول بمرارة. دازت المرحلة هذيك وشوف حال الإسرائيليين، شوف حال ديك اليهود اللي كانوا هنايا، ديك النخبة تاع العريشي كانوا قلالين. أنا واحد من ديك العائلة، ديك النخبة كان فيها الأخ ديالي هو اللي كي هو كان رئيس يلد أسبوع على رئيس. تصور مدينة تصوروا على الألم ديال العريش، كان أول ديك الفو أرتيفيسيال تعمل هنا في العريش. الأخ ديالي كان يجي حتى إسبانيا ويجيبها باش مدينة العريش تنشط. وكان نشاط من جميع فئات يد المدينه، ما كانش مخصص غير على واحد النوع يد واحد النخبه من مدينه العريش. كان كلشي كينشط وكلشي كينتظر فوي حتى كتبدا ديك الاسبوع على الرئيس. ولهذا في الحقيقه انا سعيد بزاف باش كنشوف هذا النشاط. هذا كيف كيذكرني في الماضي، وكنتمنى من كل قلبي انتوما الشباب تنهضوا بهذا الشيء. وكنشكر الاخت الرئيسه على هذا الشيء. راه شيء ماشي سهل، لانك دابا كنشوف حسب التجربه تاع هذا الشيء، بس تعمل هذا النشاط وهذه اللقاءات هذو راه كيتطلب واحد المجهود كبير المادي والمعنوي. ولهذا شكرا بزاف 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 للرئيسه الجمعيه. كان ممكن تبع ديال هذا المشروع. وانا قلت طبعا كان سعيد زعما هذيك هادشي هاد الانطلاقه جميله، ونتمنى هادشي يتطور من الاحسن، وانا اكيد غيتطور. ولكن كنظن صافي جا الوقت، صافي ديك الركود ما يبقاش فيه، وكان ثقافه جديده. وكاين الاخت سميره حتى هي من هذا الجيل هذا، لهذا كنتمنى التوفيق. والاخوه كلهم اللي كنشطوا في هذا المجتمع المدني واللي كيعملوه بالحب، وكنظن الحاجه اللي كتكون بالحب بالشيء راه عنده. اذا التوفيق مره اخرى، وشكرا.